نحن اليوم متواجدين في دار الثقافة بيرم التونسي. الحدث هو تغطية معرض اللي يقدمه سي توفيق الكوكي. جينا نحبوا نتعرفوا أول حاجة على سي توفيق الكوكي، بالطبيعة هو فنان تشكيلي، لكن نحبوا نتعرفوا عليه أكثر، مسيرته كيفاش بدا، شنو هو يعني المعارض اللي عملهم. عسلامة سي توفيق. بك أكثر وبارك الله فيكم. توفيق كوكي رسام كاريكاتوري وأشرت مرسومة للأطفال والكبار. بديت حياتي الفنية من 1979 كرسام بمجلة العلم والتعليم، ثم 1981 كرسام كاريكاتوري بجريدة البيان، وتحديدا بالصفحة الأولى برسم. 1984 تنقلت إلى جريدتين، هما جريدة الأخبار وتونسي بدو. بعد تونسي بدو ثم خدمت مع جرايد اون باراليل مع تونسي بدو، خدمت مع البطل، خدمت مع صباح الخير، خدمت مع لوطون يبدو، خدمت في اول جريده تونسيه تونيزيا نيوز، وحتى معناه الجرايد السياحيه خدمت فيها معاه، جورنال معناه يبدو تونسيك. ثم دخلت في المجلات النخبويه والجرائد اليوميه، انتقلت خدمت في الجريده اليوميه بمعيه المرحوم محمد قلبي، خدمنا مع بعضنا، انا هو يعمل النص رساله الاحد وانا نعمل الكاريكاتير. وثم معناها كانت لي تجربه معناها في مجلات نخبويه، هي الاوبسرفاتور ومجله الملاحظه. ثم كذلك معناها تعاملت مع مجلات معناها الانتير للأطفال، هي مجلة الأطفال الإماراتية أطفال اليوم، كرسام كاريكاتوري بشخصيتين هما جملون وحمدون. وكذلك تعاملت مع مجلة الأطفال الصغار، مجلة القوس قزح بشخصيتين هما معروفين، هما بريبش ودلول. هذه معناها وكرسام معناها كاريكاتوري بالطبع الناس الكل يعرفوني، اكثر رسام عملت المعارض في تونس معناها من 1983 جوسكا ماتنون جيكسبوز، وبريسك معناها بريسك شاك اني جيكسبوز ونعمل اكسبوزيون. دخلت شويه معناها باش ندور في الجمهوريه كامله، وهذا يشرفني خاطر كلكم ولاد تونس ونحب ندور تونس كامله. حبيت انا بعد الثوره قلت تو نرجع تو الحنين، خاطر كنت من 1983 84 85 86 ديما ندور في تونس معناها، تو رجعت قلت خلينا نرجع تو هكذا. خاصة دار الثقافة منزل بورقيبة كرمتني واستقبلتني، وهي دار الثقافة تعز عليا بالكدا، وهي وعندك دار ثقافة شيخ إدريس دي بنزرت معناها، كانوا ديما يحلوا الأبواب باش نجي وكذا، وتو باش نرجع اوتوماتيكمون باش نحب نجيكسبوز في دور الثقافه الكل وفي تونس كامله. نحن بدونا نرحبوا بك سي توفيق في منزل بورقيبة، ونحبوا نتعرفوا اليوم على سبب تواجدك هنا. شوفوا كيما شوفوا فما يعني لوحات معروفه، كانت نجموا نعملوا دورة مع بعضنا، تفسر لنا نحبوا اول حاجه شنو الموضوع. هي شنو باش نتكلموا تو بكل صراحه، هما ثم ديزونوفاسيون وانا قاعد نطور في الكاريكاتير في تونس، طورته حتى ولا تو معروف عالميا، معناها توفيق كوكي عندي دي جالوري فيهم 169000 ممبر، فيهم كذا دي زارتيست راهو دي سكولتور، انا برمي سي زارتيست في لي جالوري هذوما موجود متواجد معناها. جيكسبوز معناها كي نبعث معناها العمل نتاعي حطوه في السيت هذاك. عملت ثم تجارب الاولى في العالم هي لا كاريكاتير اوروفلي، وعمل عندي ثم دي كاريكاتير فلوتونت، ثم لا كاريكاتير دي كوبي، لا كاريكاتير اون 3 دي معروفين هذوما. انا قاعد نطور في الكاريكاتير، ثم
خرجت اول تجربه ما انا عملتها باش نوسع التجربه نتاعي هي تجربه المعرض العالمي الدولي هو في الامارات العربيه وتحديدا في دبي. من غادي معناها انطلقت معناها تجربتي بكدا في الزاني 2000 فوالا معناها اول 2000 وليت التجربه نتاعي دخلت العالميه وهذا معناها هذا شرف لتونس وحصلت اخر جائزه عالميه هي اليوبل الذهبي في هامبورغ 2008 عملت معناها علاش خذيت اليوبل الذهبي هذا خاطر طرحت القضيه معناها اللي تعاني منها الكونتينون افريكان معناها القاره الافريقيه في مثلا الميغراسيون كلانديستين في لا فامين في الشوماج في برشا حوايج معناها يعني طرحت برشا مواضيع توفيق حسب نشوفه كاين يعني تحكي على هنا في اللوحات على تونس ما بعد تونس بعد لا ريفوليسيون علاش عملت قلت لك ثم فيه قلت لك النوعيه ذي من الكاريكاتور ثم انوفاسيون فيه معناها تجديد في التقنيات تتمثل في عاده نحن نرسمه بالحبر الصيني على الورق الابيض انا عملت معناها تجديد في عكست معناها عملت لونكور دي شين بلانش سير سيبور نوار في البابي كونسون فهمت وخدمت علاش خدمت بالبلون سير نوار خاطر هو سي نيجاتيف وبعد الثوره مرينا كان حاجات معناها سلبيه في على جميع الاصعدة فهمت السياسيه والثقافيه ولا البيئيه والى اخره فهمت هذيك علاش ما خدمت حاجات وطرقت عملت روزيمي للثوره بعد الثوره في سلبياتها الاكثريه سلبياتها تماش ايجابيات خاطر اون اتون انكور وان شاء الله وعلاش انا عملت لو نيجاتيف هو كانه ان فيلم نيجاتيف ا ديفلوبي كون تو ديفلوب ان فيلم نيجاتيف هو سا سورا بيو بوزيتيف وهذاك علاش انا قلتها ثم برشا معناها عملت نيجاتيف قالوا لي نو عندك التشاء نو 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 سي با تشاء جو سي با بيسيميست جو سي اوبتيميست خاطر لازم تونس راه باش تغير باش تغير راهو باش تغير راهو لازم ثم كريتيك ثم كذا فهمت ما نقولوش راهو سي بوزيتيف وسي بعد الثوره نو 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 اون ريان كذا انا نعمل في نيجاتيف حتى نصلوا حتى البوزيتيف وان شاء الله السنه انا عندي راهو اسمه بوزيتيف 2015 عندي معرض اسمه بوزيتيف باش نراها انا خاطر نعرف خاطر باش تصير تغييرات راه الشباب راه باش يدخل يخدم ومش الكل باش يخدم راه بالمراحل وساسورا معناها خير من نيجاتيف تاع هو في كل ما بعد الثوره لازم باش نمروا بمرحله بسيطه هي احنا برك ناخذوا تجربه لا ريفولوسيون فرونسيز انا ما ثماش لو شونجمون بعد لا ريفولوسيون فرونسيز جاب زابي ثم دي زيتاب تمر بها البلاد هذيك ومن بعديك نوصلوا معناها ان شاء الله دي سوليسيون بوكو دي سوليسيون من بعد يعني حاجات يعني طرقت لهم بعد الثورة نشوفوا كيف لهنا في اللوحة يعني تحكي كان مصر شو جيت أنا جيت احنا ديما عنا نغنوا احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا القمم ولكن هوني ما عادش قمم ولا قمم فهمت دونك وليت دي دي طون دو دي طون دو ديشي معناها فهمت معناها ملوحه في الواحد فهمت بون انا عملت لافريكا افريكا معناها اسم تونس ليبوك رومان ليبوك تو احنا معناها فهمت معناها اللي نعيشوا فيه احنا شو كيفاش معناها فهمت من عهد القرطاجي لا ديموكراسي ليبوك معناها الذهبي معناها تو احسن كيفاش ولينا في ايبوك معناها حتى الزبله ما عادش نجم نهزوها معناها لهنا تدفيقهم هون هنا ثم الزوالي هذه لاحظوها غلال المعيشه غلال المعيشه قاعد باش تعفس في الزوالي معناها واخذ القفه هو اللي هذا لو كوفان مينيسكول بارابور الحجم هو اخذ الكوفان عاش قالت وهذا سي سوفوا معناها نلمسوا فيه قاعد نزيدوا نقدموا شويه حتى نشوفوا شنو احنا ثم لهنا الظاهره الصحافه الصفراء
سا اكزيست بوكو اللي قاعد تو تهز وتهبط وكذا معناها الطبال يضرب لا بلوم لا بلوم هي اداه نتاع اكسبريسيون احنا معناها سيكسبريم ليبرومون كصحفيين ونعملوا كذا ودون لو بلوس لا ولينا نطبلوا بك لا 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 كذا ولي سي موفي انا هنا راهو انا هنا مش معناها راهو متجه نحو الصحفيين كل ثم صحفيين شرفاء وثم صحفيين تشريوا وتباعوا كما في السياسه تتباع وتشرى يعني اشاره للاحزاب اشاره ثم ناس تخدم في احزاب مش تخدم في الوطن انا واحد من الناس كونت اكسبوز مثلا نخدم في الوطن ما عندي حتى اجنده هو الفانتي ما يبقى بعيد ياسر عن صالح وعلى الانديبوندونس سي لا شو لهنا عندك اونتر هذه جي لا اكسبوزي لوتاني و 1984 وقتها في احداث الخبز ان كانت الدنيا مع شنو والوعود وباش نعملوا لكم وكذا تسمع كان بش 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 وثم لا انا ريان اي انكور مازالت الوعود هذيك باش نعملوا سلام سلام مرحبا باش نعملوا حاجه جهويه وينفا كذا وينفا كذا ولكن هو لو شومور قاعد يخسر انجازات قدامه اون فوا عامل فهمت ولكن هي بطاله نفس الشيء اللي عملته انا في منزل بوقيبه ومن نفس 54